شايف من احسن لاعب واحسن مدرب واحسن حارس مرمى الموسم ده؟ بص انا بشوف ان شريف اكرامي بشكل الكلين شيت اللي حصل او حصل على مدار الموسم احسن حراس المرمى. في عبد الله السعيد من افضل اللاعبين. عايز مين تاني؟ مدرب يعني ما فيش مدرب اكتر من اللي حقق بطوله الدوري، نديله احسن مدرب كابتن حسام البدري، ولكن طبعا يجي في المرتبه الثانيه وراه كابتن ايهاب جلال. يعني